على توجيهات معالي وزير النقل تم فتح معدن 2 من محطة عدل منصور للعالمين الجديدة بأسعار مخفضة وأوتوبيسات حديثة موديل 2024 مكيفة فيها شاشات عرض فيها USB فأوتوبيسات حديثة وأسعار مخفضة يعني للجمهور خدمة للمهرجان في معاد الساعة 6 من الجيزة بينتهي 7:15 من محطة عدلي منصور وبيتجه بعد كده للعالمين. الباصات دي تبع لشركة أكتا تبع لوزارة النقل. احنا جينا هنا بأربع أوتوبيسات علشان نساعد المواطنين انهم ينتقلوا من نقاط محددة لفعاليات المهرجان. الأوتوبيسات دي أحدث أوتوبيسات فيها مميزات كتير جدا، فيها رامب لذوي الهمم، أي حد من ذوي الهمم يقدر يطلع الأوتوبيس بمنتهى الأريحية، فيها تكييف، فيها كاميرا 360 كراسي مريحة جدا، فيها كاميرا 360 على أعلى مستوى من الدقة تصور كل أحداث الأوتوبيس، واي فاي، الناس الكبيرة في السن يقدر يطلع وهو مستريح جدا، مش عالي أو سلم يضايقه. هي كويسة لأنها وفرت النقل وكده وشكلها حلو وموفرة عن الزحمة وكده وسريعة يعني، فهي مشروع كويس. هي والله حلوة عشان مكيفة وبتنقل بسرعة. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مره تانية، ولسه مكملين معاكم من مهرجان العالم عالمين، اكبر مهرجان في منطقه الشرق الاوسط. والحقيقه انه النهارده هنتكلم عن خدمه مميزه جدا وتعاون جديد بين جهات الدوله المعنيه وبين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لتقديم خدمه جديده وواحده من افضل الخدمات اللي تقدم لزوار مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. بصراحه لاحظنا التنظيم المبهر في خدمة النقل في مهرجان العالمين، وكانوا حريصين جدا جدا على توفير أوتوبيسات مميزة وخطوط سير داخل مدينة العالمين لربط المدينة بجميع أو ربط المدينة ومناطق المدينة ببعض. ولو اتكلمنا كمان عن خدمات النقل في مهرجان العالمين بداية من الأوتوبيسات اللي وفرتها وزارة النقل وصولا كمان لتاكسي العاصمة، هنلاقي فيه جهود كبيرة جدا مبذولة من الشركة المتحدة وكمان من وزارة النقل. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن المسار الرحلات اليومية وعن كمان وسائل النقل الداخلية مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في برنامج من العالمين، سيادة اللواء حسن الليثي رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة السوبر جت. برحب بحضرتك يا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة كلنا شايفين أن في جهود كبيرة جدا مبذولة من الشركة المتحدة ومن أجهزة الدولة والوزارات المعنية عشان نقدر نقدم أكبر وأفضل خدمة لزوار مدينة العالمين. شايف إزاي قدرتوا تنجحوا في ده لحد دلوقتي، وإزاي قدرت الشركة المتحدة في أنها تنجح في ده لحد دلوقتي؟ والله التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة النقل كان تكليف من معالي وزير النقل بضرورة توفير وسائل نقل مناسبة ومريحة وفيها كل الوسائل المريحة للمواطن، بتتوفر من القاهرة لمدينة العالمين أو من الإسكندرية لنفس المدينة، وفي نفس الوقت في وسائل النقل الداخلية المميزة برضو لخدمة الركاب. فكان توجيهات معالي الوزير إن احنا نطلع رحلتين يوميا من القاهرة من محطة عدل منصور، ودي محطة تبادلية فيها جميع وسائل النقل اللي بتوصل لها سواء القطر الخفيف أو القطار أو مترو الأنفاق أو وسائل النقل الحضري بجميع أنواعها، فبتلاقي وسيلة سهلة للمواطن يوصل للمحطة، وبالتالي في الأوتوبيس منتظر من الساعة 7 صباحا أو الرحلة بتوصل هنا وبترجع الساعة 8 مساء. ده على أساس لو في أفراد أو أسر عايزين يجوا يقضوا اليوم على الشاطئ العام أو يشوفوا الأنشطة بتاعة المهرجان، الشركات اللي عاملة معارض أو الطلبة أو أي حاجة من الحاجات ديت، فبيجي يقضي اليوم كله وبيرجع الساعة 8 آخر النهار. يعني في أوتوبيس كده بيتحرك من منطقة وسط البلد في القاهرة
من محطة عدلي منصور. من محطة عدلي منصور بالظبط كده. تمام. المحطة دي ملتقى لجميع وسائل دي النقل. بتتحرك من هناك، الأتوبيس بيتحرك من هناك صباحا الساعة 7 صباحا، الساعة 7 صباحا، وبيرجع تاني الساعة 8 بالليل عشان الناس اللي عايزين يقضوا يجوا يقضوا ويرجعوا تاني. بالظبط كده. برضو لأهالينا في اسكندرية نفس الموضوع، الأتوبيس بيتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 8 وبرضو بيرجع الساعة 8 مساء لأهالي اسكندرية اللي بيجوا بالقطر أو من جميع المحافظات، بيلاقي الأتوبيس منتظره وبيجي يوصل لحد هنا يقضي اليوم برضو بتاعه في سلام وأمان ويرجع تاني الساعة 8 مساء. يعني كده دلوقتي في أتوبيسات بتطلع من القاهرة وبتطلع من الاسكندرية. تمام. ده الميعاد الاولاني اللي هو اللي عايز يقضي اليوم بطوله على في مدينه العالمين. في ناس عايزه تيجي تشوف الحفلات المسائيه بتبقى جميله طبعا وفن رائع طبعا، بين اول اتوبيس الساعه 5 مساء من القاهره وبيوصل هنا بيرجع الساعه 2 بعد انتهاء فعاليات الحفله. وبرده الاتوبيس بيوصل بيطلع من الساعه 5 من محطه سيدي جابر لحد العاصمة برضو ويرجع الساعة 2 بعد انتهاء فعاليات الحفلة. يبقى كده اللي عايز يحضر الحفلة بيشرفنا في وسيلة المواصلات ديت، اللي عايز يقضي اليوم بيشرفنا صباحا، وبنوفر له الأتوبيسات فيها جميع وسائل الراحة، فيها جميع الأنشطة اللي هو يحب، اللي ما تبقاش الأتوبيس ممل وهو قاعد فيه، الناس تتسلى في الطريق وهي جاية كده كده. الوقت المسافة من سواء من القاهرة أو من اسكندرية المسافة مش طويلة، والحقيقة أنه أنا مبسوطة باللي حضرتك وضحته، فكرة أن في مواعيد على مدار اليوم، في مواعيد للناس اللي عايزة تيجي تقضي نصف النهاري من اليوم، في مواعيد للناس اللي عايزة تيجي تقضي الحفلات ويرجعوا متأخر بالليل، ففي مجهود كبير مبذول طبعا في موضوع الأوتوبيسات والمواعيد ده الحقيقة. تمام. وحضرتك برضو احنا بنوفر دايما كوزارة نقل اتوبيسات، كان مع الوزير دايما يقول الاتوبيس لازم يكون الكرسي مريح، التكييف مريح، الحاله الفنيه الاتوبيس بكفاءه عاليه بحيث الراكب يكون قاعد مرتاح وما يشعرش بالمسافه. صحيح. شفنا الاتوبيسات اكيد اتوبيسات حديثه ونظيفه ومجهزه طبعا لراحه زوار المهرجان. طب لو هنتكلم بقى عن التاكسي مدينه العالمين المتوفر هنا ووسائل النقل الذكيه اللي موجوده، كلمني عنها اكتر وايه الخدمات اللي بتقدمها لزوار المدينه. وطبعا يعني اقول الحته بتوسع شويه، ان توجه الدوله حول الـ 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 النقل الاخضر الدائم المستدام. النقل الاخضر حضرتك ان هو بتستخدم دايما حاجات صديقه للبيئه، فاحنا هنا عندنا الاتوبيسات صديقه للبيئه، اتوبيسات كهربائيه من غير انبعاثات، مكيفه فمريحه جدا للركاب. نفس الاتوبيسات دي شغاله في العاصمه، احنا حضرتك زي ما اقول لك التوجه للنقل الاخضر المستدام، عندنا القطار الخفيف ده كهرباء، عندنا القطر المترو الانفاق كهرباء، عندنا المونوريل كهرباء، عندنا وسائل النقل في العاصمه سواء تاكسي العاصمه او الاتوبيس اللي شغال في العاصمه شغال كهرباء، فكلها جميعها حاجات صديقه للبيئه. طب يعني احنا دلوقتي بنتكلم في وسائل نقل صديقه للبيئه، لو هنتكلم عن تكلفه وسائل النقل الصديقه للبيئه، وهل مستهدفين ده هيبقى كمان في انتقال للقاهره في الفتره الجايه؟ هو توجه الدوله النقل الاخضر المستدام زي ما قلت لسيادتك كله يبقى صديق للبيئه، بنبعد دايما عن الوقود الاحفوري اللي هو السولر او البنزين، وبنستخدم دايما على الاقل الغاز او الكهرباء، وده اللي شغالين فيه حاليا كدوله وكشركات تابعه للدوله. طب لو هنتكلم عن الكهرباء، هل في اماكن شحن لوسائل المواصلات اللي بتعمل بالكهرباء؟ هو فعلا في شركات شحن كتيره جدا، ووزاره الكهرباء مديها مزايا ان هي تركب شواحن. احنا هنا عندنا في العالمين طبعا مدينه المفروض ان هي مخطط ان هي مدينه ذكيه وصديقه للبيئه، ففي شواحن كهرباء كتيره جدا شغاله هنا، احنا بنشحن اتوبيسات الكهرباء فيها، وبنيجي نلاقي فعلا في عربيات كهرباء
لمواطنين بيجوا يشحنوا في نفس الشواحن. بقى الاتجاه دلوقتي خلاص العربيات الكهربائيه. طيب خليني اسالك دلوقتي، احنا عدد الزوار في ازدياد، هل هيكون في الفتره الجايه خطه لو حصل ازدياد في اعداد الزوار ان انتوا توفروا عدد اكبر من الاتوبيسات او من وسائل النقل من المدن الاخرى للعالمين؟ هو حضرتك دايما احنا بنوفر وسائل النقل طبقا لحجم الاركاب. احنا دلوقتي محتاجين 5 اتوبيسات مع ازدياد الركاب بنزودها 10-15. احنا جاهزين بالعدد الكافي لنقل الجميع، لان هي مدينه، والمدينه المفروض ان هي تبقى مدينه مليونيه، ده المخطط ليها. فاحنا كشركات تابعة لوزارة النقل جاهزين للموضوع ده ومخططين له باذن الله. طب هل هيكون في وسائل نقل بتربط ما بين المدن او المحافظات الاخرى غير القاهره والاسكندريه في الفتره الجايه او في النسخ القادمه من المهرجان؟ هو حضرتك العالمين كمدينه تعتبر يعني مش هنقول متوسطه، ولكن الوصول لها من جميع المحافظات سهل جدا. احنا جميع شركات الوزارة والشركات القطاع الخاص بتوصل لمدينة العالمين. طبعا الطرق دلوقتي بقت طرق عالمية فيها كل وسائل الأمان ان انت تمشي على الطريق. السفر بين المحافظات دلوقتي بقى متعة لان الطريق بقى على مستوى عالي جدا، فجميع الوسائل بتقدر توصل لحد مدينة العالمين. طب من جميع المحافظات، يعني احنا دايما بنقول ان مدينه العالمين مش مدينه الاغنياء بس، وان بالزبط. احنا بنشجع الناس كلها انها تيجي وهتستمتع وهتلاقي انشطه مجانيه وهتلاقي خدمات مجانيه وهتلاقي حاجات كتير جدا تعملها. لو هنتكلم عن وسائل النقل، هل وسائل النقل يقدر يتحملها المواطن محدود الدخل او متوسط الدخل ان هو يجي من بوسائل النقل دي من القاهره او من اسكندريه لمدينه العالمين؟ أنا أول رحلة طلعت هنا يوم الخميس اللي فات كنت موجود فيها، وكنت بسأل الركاب عن سعر التذكرة، وزي ما قلت لحضرتك هم لقوه سعر يعني مناسب جدا جدا، ما كانوش مصدقين. احنا عاملين تخفيضات للتذكرة للوصول للمدينة يعني. فطبعا أنا مش عايز أقول لك الواحد فخور إن في مدينة زي مدينة العالمين دلوقتي موجودة مبنية على أحدث طراز، حاجه يعني كل مواطن يفتخر بيها. الحقيقه ان احنا كلنا بنشجع الناس، واكيد الشركه المتحده بالتعاون مع وزاره النقل بتشجع الناس ان هي تيجي هنا، فاكيد سعر التذكره اكيد متاح لفئه كبيره جدا من الشعب المصري ان هو يجي ويستمتع ويعيش الاجواء الجميله في مهرجان العالمين. بالظبط كده، وزي ما بقول لسيادتك الناس بتيجي بتقعد على الشاطئ العام وبيشوفوا الانشطه بتاعه الشركات وبيشوفوا المهرجانات اللي موجوده. في ملاعب معموله هنا ما شاء الله جميله جدا لجميع الانشطه. كان في حضرتك من يومين تقريبا مباراه لقدامى الاهلي والزمالك، صحيح، وقدامى اللعيبه، كان حاجه رائعه جدا، وكان جمهور الجيل الذهبي من الجيل الذهبي طبعا من منتخب مصر كانوا بيلعبوا هنا مباراه كره قدم، استمتعنا جدا بيها. وكان في بطوله فولي بول شاطئية، وفي أنشطة كتير جدا وفي حاجات مجانية كتير هنا موجودة للناس، وحقيقي أي حد ممكن يجي هنا يستمتع بالأنشطة والفعاليات اللي موجودة داخل مهرجان العالمين. وخليني أسألك سؤال أخير عن وسائل النقل داخل مدينة العالمين. الناس هنا بتيجي، هل لازم الواحد يكون معاه عربية عشان يقدر يروح من مكان لمكان داخل العالمين الجديدة، ولا في وسائل مواصلات وفي وسائل نقل نقدر ان احنا نستخدمها عشان نسهل التحرك على الناس؟ هو حضرتك قلت لحضرتك شركة أكتا، ودي شركة تابعة للوزارة برضو، جايبة الاتوبيسات الكهرباء هنا وهي شغالة زي الشاتل باص كده، اهوت بيشتغلوا دائري واخدين المدينة من أولها لآخرها، بيمروا على جميع أماكن الترفيهية أو أماكن المزارات اللي موجودة في المدينة، ولحد دلوقتي الخدمة مجانية لكل الناس. الأتوبيس مجاني تماما؟ مجاني تماما لكل الناس. الناس تقدر تركب من غير ما يطلب منها تمن تذكرة أو أي حاجة؟ لو زاد هنزاد نقطع التذكرة. طب قولي بيلاقوا الأتوبيسات دي فين؟ يعني الأتوبيسات دي أنت قلت شاتل باصز، يعني بتاخد من مكان تودي مكان تاني، أماكنها إيه؟ مواعيدها إيه؟ الناس تلاقيها إزاي؟ هو حضرتك الأتوبيسات يعني متتالية كده، لأن المسافة تقريبا يعني لا تتعدى ال 10 كيلو، فهتلاقيهم الأتوبيسات ورا بعضها وبياخدوا المدينة من أولها لآخرها، فبتلاقي مش هيلاقي أي مواطن
صعوبة ان هو يركب من مكان لمكان. والحقيقة كمان انه لو هنتكلم عن الجهود اللي اتبذلت في الفترة اللي فاتت ديت للطرق، كمان هي سهلت على الناس حاجات كتير جدا. بالضبط. يعني في طفرة كبيرة جدا حصلت في طريق العلمين بره، الطريق بقى مختلف تماما عن زمان. زمان كان للأسف بيحصل مشاكل كتير، حوادث، والناس كانت بتبقى مش حاسة بالأمان وهي ماشية على الطريق. بعد الجهود الكبيرة طبعا اللي الدولة بذلتها في إعادة ترميم الطريق وتجهيز الطريق للزوار، الحقيقة انه المنظر رائع والواحد بيحس بالأمان فعلا دلوقتي هو ماشي على الطريق بره. هو طبعا حضرتك تطوير الطرق اللي في مصر ابتدينا من 118 ل 75 ل 28 ل 18، يعني احنا دلوقتي في ترتيب 18 عالميا في جودة الطرق في العالم. فده طبعا حاجة أساسا لأمان المواطن. طبعا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء حسن الليثي، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر طبعا كل القائمين على هذا الجهد الكبير المبذول سواء من الشركة المتحدة أو من وزارة النقل على الجهد الكبير الموجود داخل مدينة مهرجان العلمين الجديدة. طيب هنروح فاصل قصير وهنرجع بعد الفاصل نشوف باقي مغامرات ولعب وحرب بينبول مع زميلتي هيدي كرم. استنونا بعد الفاصل.